مرحبا بكم في كوجينة يسرى، قناة خاصة بالوصفات المالحة والحلوة المتنوعة. إن شاء الله تستفادوا منها وتجربوا البعض من وصفتي، كان مش الكل علاش لا. نبدأ على بركة الله. وصفتنا اليوم هي عجة إكسبريس. وقت اللي تبدأ مزروبة وما عندكش برشا حاجات في الدار، لا مرقيز، لا عندك سكالوب، لا عندك حتى شيء، وتحب تقد حاجة بنينة وحارة وفي صفيصة تحضر، تبعني. في توا تحط زوز قرون فلفل شايح وشوية ثوم، زوز سنات هكي كمهرسين، وتقليهم في شوية زيت. ومن بعد تحط خليط متاع مغرفة كبيرة تما هريسة عربي ومغرفة ونص طماطم معجونة محلولين في وسط الماء من اللور قبل، ومن بعد تصبهم على كل زيت في الزيت هذاك والثوم وتقليها شوية. من بعد ما تقلت شوية تحط الفحات متاعك اللي هما شوية ملح شوية تابل وشوية كروية، ما تكثرش برشا الفحات باش ما توليش المطعم نتاعها معناتها كلي قوي على الاخر. بعد دقيقتين هكيكا صب عليها مقدار نتاع كاس ماء وخلطها وخليها على نار هادية تعقد شوية معناتها. كي تحسها قريب باش تشرب معناتها ما عادش فيها كل ماك اللي حطيته هذاك، مش على الاخر اللي من بعد ما عادش تلقى معناتها فيها حتى طرف معناتها مرقه، تصب العظمات نتاعك قد ما تحب. ومن بعد تزيد الفلفل، انا خذيت قرن بركه قصيته دور دور صغار، ومن بعد تغطي عليها وتخليها حتى لين تطيب. تحب انت كعبات العظمات معناتها يبداو رايبين معناتها ما تكثرش معناتها عليهم تطيب، تحبهم معناتها يابسين تغطيها من الفوق بس في صفيصة معناتها الكعبات كلها تطيب. ان شاء الله عجبتكم العجة اكسبريس، ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم فيها. شكرا على المتابعة، وما تنساوش تفعيل الجرس وضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.